السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشهيوة كتحضر في وقت جد قياسي وكتجي رائعة ولذيذة بزاف. بلا ما نطول عليكم، التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بتحضير الحشوة وغادي ندير أبسط ما يكون. غادي ناخذ واحد البصيلة نشلضها بحال هكا وندير معها شوية ديال الزبيدة بلدية وغادي نخليها تشحر. من بعد ما نزلت لي هذيك البصلة غادي نزيد عليها واحد الدريس ديال الثومة محكوك، غادي نزيد شوية ديال كفتة ديال البقري تقريبا قياس واحد 300 غرام اللي تكون بعطريتها بربعها بكوامها كامل. غادي ندير شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، وغادي نخلط كل شيء. نحاول نحل هاد الكفتة مزيان ونخليهم يتشحروا حتى تطيب لي هاد الكفتة جيدا. من بعد ما طابت لي الكفته غادي نزيد مربعات ديال الجبن اولا مثلثات اولا اللي متوفر عندكم. انا استعملت 4 وانتم طبعا كميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. اذا غادي نحاول نحلهم شي شويه بحال هكا، نخلطهم مع الحشوه ديالي وغادي نطفي عليها. اذا هذا هو الشكل ديال الحشوه ديالي من بعد ما طابت. غادي نحتاج ايضا الخبز ديال طاكوس، كنقطعو بحال هكا على جوج، كل وحده كنقسمها على جوج، وغادي نديرهم بحال على شكل بريوات. اذا ففي الاول غادي نطوي شي شويه بحال هكا، كيمكن لكم تقطعوا كاع الا بغيتوا. غادي ناخذ القليل من الحشوه ديالي كنديرو هنا بحال هكا، بحال اللي غنديروا البريوات تماما. غادي ندير القليل من الصلصه الجزائريه ولا ممكن اي صلصه بغيتوا، ممكن تدهنوا غير بشويه ديال الجبن. وغادي ندير من الفوق طريفات ديال جبن الساندويتش اولا اي جبن بغيتو، ممكن جبن محكوك ولا اللي حبيتو. اذا وغادي نلف بحال هكا، بحال كندير بريوات على شكل مثلث، ونعاود نلف الى الجانب الاخر. نحاول نقاد لافارس ديالي مزيان لداخل. الا بانوا لكم شي جوانب ما فيهمش لافارس مزيان، كيمكن لكم بحال هكا تعمروهم. صافي، وغادي نواصل اللف ديال هاد بريوات طاكوس ديالي. هنا كيمكن لكم تكملوا الدوره بحال هكا اولا تحيدوا هاد الزائد بحال هكا. صافي، ملي كنسالي غادي نبرسيهم في الآلة ديال البانيني، وها هما واجدين. وغادي ندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم عند التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال التاكوس على شكل بريوة اللي صوبناه اليوم، كيجي رائع بزاف لذيذ. الحشوة جد لذيذة على البساطة ديالها، كتوجد بسرعة. هي شهيوة كاملة خدات لي تقريبا واحد نص ساعة كانت واجدة، يعني شي حاجة اللي توجدوها في آخر لحظة. اللي ما عندوش الآلة ديال البانيني أو لا ما بغاش يستعملها، كيمكن له يخليهم غير في المقلاة حتى كيتقرياو من الجانبين معا. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال الفيديو، واشتراك في القناه بالنسبه للزوار الجدد. طبعا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى.